بيقدر يلقص. وهو بيتكلم عن حراسة المرمى والتحضير النفسي والذهني مهم، عايز اخده لاهم مباراة كانت في الموسم، هي مباراة سان داونز، الماتشين ماتش الذهاب ماتش العودة، خاصة ان النادي الاهلي السنة اللي قبلها كان يعني تلقى هزيمة من سان داونز، كانت اللعيبة متأثرة نفسيا، عندها ذكريات سيئة في مباراة سان داونز. اتعامل ازاي مع محمد الشناوي، خاصة ان محمد الشناوي هو برضو كان الحارس المرمى في السنه اللي قبلها. جي في لو بوت لاني دانيير، انا شفت الاهداف اللي دخلت فيه السنه اللي قبلها. وانا قلت المفروض ما يتكلمش عن المباراه دي خالص، انا هعد الحارس بتاعي، هعد الشناوي وهيتمرن تدريب عادي، يعني بالنسبه لي ده ماتش زي اي ماتشات ثانيه، مفيش حاجه مختلفه، لازم نقلب الصفحه، نعرف ازاي نقلب الصفحه. الماتش ده السنه اللي فاتت خلاص، مش هنرجع تاني لورا، لازم نعد المباراه دي بافضل شكل ممكن من غير اي ضغوطات، من غير اي ضغوطات علينا. السنه اللي فاتت دخل فينا 5 اهداف، السنه دي هنتاهل ان شاء الله، وده حصل. حضرت المباراه كاني بحضر اي مباراه للدوري عادي، عشان تكلمه وترجع الضغوط تاني عليه وتفكره. ده حارس عنده خبرات كبيره، مش محتاج ده، وعارف هيعمل ايه كويس، وعارف دماغه ايه اللي حصل السنه اللي فاتت، مش محتاج افكره، مش هيفيد بحاجه تفكره واذكره تاني. عادي افضل ان احنا ما نركزش على ماتش السنه اللي فاتت ونحضر الحاضر اللي هو الاهم دلوقتي، ما نبصش ورا، المفروض ما نبصش للماضي، اللي فات في راعه خلاص مش هيرجع تاني، مش هنغير في حاجه، المفروض نفكر لقدام. فدايما في الحياه المفروض نشتغل لقدام، نفكر لقدام، وانا بتكلم دايما مع حراسي وبعدهم دايما فكر في القدام، ما تفكرش في ورا، لان تفكر في الورا ده مش هيضيف لك حاجه. احنا اخطانا خطا سابق، نحاول نشتغل تاني عشان ما نخرجوش بشكل تاني، ومن هنا المستوى بيتحسن. ان احنا نبقى مدركين الاخطاء بشرط ان احنا عايزين نحسن ونطور، ولازم نقبل الاخطاء، ونقبل الاخطاء بس ما نكررهاش تاني، زي اي حارس، زي اي حارس بيبدا حياته من اول جديد، ما يبدا مسيرته كحارس بيعمل اخطاء، بعد كده واحده واحده كل ما بيطلع لمرحله اعلى لازم ما يعملش الاخطاء دي عشان يقدر يستاهل يلعب في الدرجه الاولى، يلعب في الفريق الاول، يلعب في الفريق الاول لازم يكون بيرتكب اقل اخطاء ممكنه، ولازم نتعلم ان احنا بنتعلم من اخطاء، لازم عارفين احنا بنتعلم من اخطائنا، بس لازم نشتغل على الاخطاء دي عشان نحسنها ونحسن المستوى. زي ما هو بيهتم بالجانب النفسي ايضا الجانب الفني، يعني شفنا تطور كبير في حراس مرمى النادي الاهلي في اسلوب تحضير الهجمه من تحت. ميكيلي دايما بيعتمد في حراس المرمى انهم دايما بيشتغلوا بالرجلين تحت، ممكن ان النادي الاهلي بيلعب دلوقتي جزء واحد كلهم قريبين بعض، دفاع الوسط المهاجمين، فمحمد الشناوي بيطلع اسلوبه وتمريناته دايما بيعتمد على الكلام ده، وبيحضر حراسه للمواقف دي في المباريات. في اول الموسم اعرفهم وبيحب يشتغل ازاي. قال لهم انا عايز الحارس بتاعي يبقى البروفايل بتاعه او شكله زي نوير. نوير شكل الحارس الحديث العصري اللي هو عايز. بس خليه يكمل. انا كنت في فتره معايشه من حوالي سنه في بايرن ميونخ، وشفت نوير، كان وقتها مدرب الصربي، مش متذكر اسمه دلوقتي، هو اللي ماسك بايرن ميونخ، كان جزء في التدريب او فقره ثابته في التدريب كل يوم، كان نوير دايما يدخل في التقسيمات الصغيره، دايما يلعب برجليه مع اللاعبين. وي نوير اي بي جوي دون الجو. نوير ممكن يلعب كلاعب ميدان عادي، وحارس مرمى ممكن نحطه في الماتش بيلعب، ممكن لو لعب في يعني هو لعيب استثناء، لو لعبته في مباراه هيقدر يلعب عادي، لعيب استثناء. من احساسي لازم جان بيكوكو ميسي، مش عايز حارس مرمى يكون عنده مهارات زي ميسي او رونالدو، يكون مشتغل كويس جدا برجليه، بس هو على الاقل يبقى عارف ازاي يدي النقله الاخيره، عارف ازاي يتحرك. حارس المرمى
في 2020 لازم الحارس يكون بيلعب لقدام، يقدر يشارك يشارك جوه، يقدر يبني مع لعيب، يقدر يحط كره طويله ل 30 متر يحط يسلمها لرجل زميله عشان يطلع فرقته، يطلع فرقته ده عشان يخلي فرقته حافظ على الكوره. انت بتيجي تلعب كوره بشكل عشوائي بتضيعها، بنضيع الكوره، بنفقد الهجمه. من وجهه نظر دي انا شايف ان الشناوي بيتحسن كل شويه اكتر في موضوع النقله الطويله، في موضوع ان بيبني هجمه على اللعيبه، عشان هو دلوقتي مدرك مدرك باهميه لعب الرجلين، لعب بالقدمين بالحارس المرمى مهم جدا. الحارس المرمى المفروض يكون لعبه مكتمل. هي ظهرت في مباراة السوبر اللي لسه هنتكلم عنها، أول بطولة لينكم بعد أيام قليلة في القاهرة. الهدف الثاني في مباراة السوبر محمد الشناوي لما حطها لحسين الشحات، وحسين الشحات خدها بمهارة من فوق النقاز وقتها وسددها، وكان يعني مفتاح الهجمة دي أو الهدف ده ابتدى من محمد الشناوي وقتها. جو بونس كي الشناوي لا دي بون بي، انا شايف الشناوي رجليه كويسه، بيعرف يضرب بسيط كويس. هو بيعرف في الاول خالص كان عنده مشاكل في لعب الرجلين، دلوقتي اتحسنت بشكل كبير. وفي التمرين لما بيضيع ببقى حريص وباكد ان هو يفوز، يعني ما يضيعش مشاكل. دلوقتي وصل لمرحله بيعمل مسابقه معايا، بيعمل تنافس معايا، يوريني ان هو بيلعب رجليه كويس. ودلوقتي بيلعب رجليه كويس جدا. هو عنده زي ما قلنا برضه في هامش تحسن، بيقدر يحسن من بيطور من ادائه، لان لعيب محترف بيشتغل كويس على نفسه. وكده اعتقد بفتكر ان الحراس كويسين بيشد الكل لفوق، بيطلع الفرقه كلها لفوق، وده كويس جدا يعني كشكل الفريق، كبروفايل الفريق، ما بقاش عندها مشكله، ان احنا مطمنين عندنا حراس كويسين. مين اكتر اللعيبه في الفريق وهو يعني ميكيلي بيحب الهزار وبيحب الضحك، مين اكتر اللعيبه دايما اللي بيهزروا في التمرين ودمهم خفيف، خاصه كمان ان بيبقى في وقت تمرين كتير، معسكرات، مباريات مضغوطه، مين اكتر؟ رامي بيفكني بفك رباط الجزمه، بس في التمرين يفك رباط الجزمه بيضايقني. فبطلع اشيل الجوانتي عشان اضرب الجزمه بيقعد يعكسني. انا شايف دلوقتي الجو والاجواء كويسه قوي في النادي باللعيبه، لان في نادي بيلعب على القاب كبيره والقاب كتيره، وبيحاول طبعا طبيعي يبقى في ضغوط على طول، وده جزء من قانون كره القدم لازم نقبله، وده حاجه كويسه، وده معناه ان احنا فرقه كبيره من حته فوق، ان احنا بننافس على كل، لما يكون في ضغوط لازم فرقه كبيره عليها ضغوط، لما فيش عليك ضغوط معناه انت بتلعب على 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 تارجت اقل. الضغوط دي بتبقى ضغوط ايجابيه، بتبقى ضغوط ايجابيه. ممكن نقول عندنا حظنا كويس ان احنا ضغوط، بنلعب على 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 كل الالقاب، دوري، كاس، دوري افريقيا، على كل حاجه، عايزين نكسب كل حاجه، ودي حاجه كويسه. طموح لعيب كره القدم، لعيب كره القدم ان هو يكسب على طول، عايز على طول يكسب. واعتقد حاجه زي كده نفتخر بيها، سواء للاعبين او للجهاز، للمدربين، فخر ان احنا نحمل نلبس اللي علينا في النادي الاهلي ده، فخر لينا. اكيد كلام مهم جدا من ميكيل، وهو بيتكلم عن عظمه النادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي وبطولات النادي الاهلي، ده كلام مهم جدا، بالرغم ان هو يعني معانا في القاهره بقاله شهور، لكن حاسس بحب جمهور النادي الاهلي ليه هو كمان شخصيا. عايز اكلمه كمان عن رئيس النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب، تواجده في مباراه صن داونز، ايضا في مباراه الهلال السوداني هناك، وكانت محطه مهمه جدا في بطوله